كثيرة هي المشاتل الزراعية في البلاد، لكن في بعض الأوقات يبدع صاحبها في الخروج عن المألوف. فمشتل الأرز حقق نقلة نوعية غير عادية في الأشتال التي يقتنيها والثمار التي يحصدها. أنا صار لي يعني من 2016 هي 7 سنين. أما قبل 7 سنين بكيت أشتغل في الأشتال اللي عندنا، يعني اللي معروف في فلسطين. هسه قلت بدي أنا أغير هاي الفكرة، شو ليش العالم مثلاً عنده بنجح وإحنا أنا بنجحش، ورغم المناخ صرنا نفس العالم، كل نفس الإشي، والحمد لله نجح. يعني هذا كل الفاكهة اللي شفتوها كلها من عندنا من بلادنا، وعلى مستوى تجاري بتقدر يشتغل فيها الواحد. تمتلك هذه المساحات أصنافاً وأشكالاً عديدة من الفواكه الاستوائية، ما بين كرز الثعلب وكراسيا وتفاحة ماء الورد واللمبي. ونجاح زراعتها ليس بالأمر السهل، فالأمر يتطلب ظروف خاصة. هاي الفواكه إحنا الوحيدين اللي في الضفة الغربية أو فلسطين اللي بنستوردها. واجهتني صعوبات إن تشوف أنت تجمع شتل من جميع دول العالم، يعني آسيا ومش آسيا وإفريقي، من جميع دول أمريكي، بدش صعوبات تجمعي وتنبتي عندك، يعني تجيبي الإميات، تعملي إميات حتى تشتر منه. يعني مش كل شيء بدي استورده، أنا بستورد أول شتلتين ثلاثة من النوع، بس أنا لازم أعمله عندي عشان يصير منتناول الجميع، يعني يصير سهل على الجميع نتناوله بأسعار رخيصة. شغف عمر أبو زيتون في زراعة نباتات استوائية ازداد يوما بعد يوم، ليتطور مشتله التقليدي إلى جنة على الأرض. تلال القاسم، لتلفزيون الفجر الجديد.